أخبار اليوم. أنا هشام رضوان، مدير عام فندق سونيسا سان جورج الأقصر. فندق سونيسا سان جورج الأقصر أحد الرعاة الرسميين للنفرتيتي انترناشونال فاشن شو المقام في الأقصر في الفترة من 7-9 إبريل 2016. هذا المؤتمر دفعة قوية للسياحة القادمة لمصر. المؤتمر مشترك فيه نخبة كبيرة جدا من المصممين العالميين، من ملكات الجمال، ممثلين دوليين، ممثلين محليين. بنفسي لمست في ضيوف المؤتمر اهتمام بالحضور وانبهار بالحدث العالمي، وأؤكد عن ثقة أنه هذا المؤتمر سيكون دفع قوية للسياحة، وإن شاء الله هذا المؤتمر سيكون له فيكست أجندة كل سنة هيتم في مدينة الأقصر، وهذا أكيد هيكون فتح خير على البلد كلها إن شاء الله.